ايه الجمال ده؟ شو هالقمر؟ الله، سلطنتينا والله. برافو، بجد اتسلطنت معاكي. انت عارفين مين ذكرتيني فيه؟ ذكرتيني فيه عزيزة جلال الله يمسيها بالخير. صوتك فعلا ربطني ربطني، ما قدرت. تستحقين التقدير، يستحق صوتك التقدير. الله عليكي. انا ذكرتيني باسمهان اساتذتنا يعني هذيلة. ممكن نعرف اسمك ومن فين وعندك كم سنة؟ حفيدة فالكم من المغرب. اهلا وسهلا. بالضبط من مدينة أبو عرفة. منين؟ مدينة صغيرة من نواحي وجدة. شرق المغرب يعني. قد ايه عمرك؟ 29 سنة. ما شاء الله. يعني أحلى شيء بالحياة تسمع صوت الموسيقار محمد عبد الوهاب وكأنه أسمهان هي اللي عم تغني له. أيوه صح. أنا شعرت بأنك أنت أسمهانية الهوى. لا أنا عايزة أقول إنه بجد يعني ما خدتش ثانية حسيت إنك أنت عندك إمكانيات متفردة. أنت ذبذباتك وسلطنتك وتعشيقك في المقام مش طبيعي. كل اللي عملتيه حلو، حلو قوي قوي يعني. شكرا. أنا سرحت من جمال صوتك ومن حلاوة صوتك عشان كده ما دوزتش بدري. بس أنا هبقى مبسوط جدا جدا لو كنت موجودة في فريق. يلا اختاري. أنا الاختيار صعب بزاف عليا والله، صعب بزاف، ما عرفتش ما غادي نختار. حماي. هي اللي بغى، هي 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 اللي بغى تتداي داي 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 داي. نورتي فريقي. لحظة واحدة حبيبتي، انا عايزه اعرف انت بتعمل ايه؟ حبيبتي ايه الخلطه السحريه دي اللي بتعملها؟ الجاكيت بتاع التيم بتاعنا.